معنا سعادة القاضي هاشم سواعد، طبعا قاضي شرعي في المحكمة الشرعية. يعني سعادة القاضي، شو انطباعك وانت بتشوف منظر لعمل عدائي طبعا ضد الدياني وضد البشرية وضد الإنسانية؟ شو الاشي اللي بتقوله؟ يعني أخي، لو كان اختلف شخصين وقام أحدهما بالاعتداء على ملك خاص لخصمه، العمل مرفوض ومردود، ولكن يعني ربما يكون في مبرر أو نتفهم أنه في ساعة غضب، في ساعة فور الدم، في ساعة كذا. أما حين يكون الاعتداء على بيت من بيوت الله، فالحقيقة يعني يعجز اللسان عن وصف مدى النذالة والإجرامية التي في الفعل، لأنه الاعتداء هنا ليس على شخص بعينه، ولا على أهل بلدة، ولا على جمهور المسلمين في كافة أنحاء هذه المعمورة، وإنما هو في الواقع عدوان على الله، هو تحدي لله نفسه. ونحن على يقين طبعا أنه الذين تحدوا الله سيقوم الله بمعاقبتهم، لكن لن نقول كما قال عبد المطلب أنه للكعبة رب يحميها. نحن أيضا المسلمين سنحمي مساجدنا، ونكاية في الذين قاموا بهذا الفعل الشنعاء، نحن نعدهم ونطمئنهم بأننا سنعيد بناء هذا المسجد من جديد وعلى أفضل مما كان. ولكن يعني لا يخلو الأمر من بعض ملاحظات سريعة. حقيقة أستذكر في هذا الموقف أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على مقدساتنا كعرب في هذه البلاد، وذاكرتنا ليست قصيرة في هذا الخصوص. الأمر الآخر، المواطنون الذين قاموا بهذا الفعل الشنعاء التي يعجز اللسان على وصفها، ما أعتقد أنهم كانوا ليفعلوا ما فعلوا إلا على خلفية تحريض مسعور من قبل أناس يشغلون مناصب رفيعة في هذه البلاد، الذين وكأنهم شرعنوا مسألة الاعتداء على مساجدنا وعلى مقدساتنا بدم بارد. وأنه واضح الاعتداء هنا يعني على مسجد هو اعتداء مخطط له وبدم بارد، ولا ينتج إلا عن شخص ملأ الحقد قلبه. فنحن نكرر، من ناحية سنعيد بناء هذا المسجد على أفضل مما كان، من ناحية أخرى إذا كان في هناك زعم أنه نحن نعيش في مجتمع عدالة وفي مجتمع قانون وفي دولة مؤسسات، نحن نطالب الجهات المسؤولة بسرعة الكشف عن الفعلة ومن ثم تقديمهم للمحاكمة، من أجل أنه المواطن يطمئن سواء على ملكه الخاص وسواء على دور العبادة والأملاك العامة اللي للمواطنين بشكل عام. فنحن لا يمكن أن نرضى بأنه الموضوع يتطبطب وكأنه ما صار شيء وكل شيء راح من حاله. لا، نحن نريد من جهاز الشرطة على وجه الخصوص محاولة البحث والتقصي ومن ثم معرفة الجناة ونشر هذا الموضوع على الملأ، من أجل أنه الناس كلهم يعرفوا من يقف وراء هذه الفعلة التي كما قلت هي جريمة بكل معاني الجريمة. نعم، يعني إمام المسجد يدعو المسلمين للصلاة يوم الجمعة في هذا المكان من نصرة لله سبحانه وتعالى ونصرة لرسول الله ونصرة إلى مسجد بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. دعوتكم أيضا هي خطوة مباركة، ولو لم يفعلها هو لفعلتها أنا، لأن الذين أحرقوا المسجد ربما أرادوا يعني الحط من قيمته كدور عبادة، لا بالعكس، هم أدخلوه التاريخ وهم رفعوا من رمزيته، لا أقول من قدره لأن جميع المساجد محترمة، ولكنهم رفعوا من 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 رمزيته. وأنا أدعو جميع من يسمعني للتواجد، مش بس يوم الجمعة القادم وإنما بشكل متتالي، من أجل إنه إحنا نثبت لهم إنه إحنا متمسكين بحقوقنا، متمسكين بممارسة حقنا في التعبد بحرية كما يضمن لنا القانون. إذن يعني أيضا فلنبذل الغالي والنفيس أيضا في سبيل الله وفي سبيل إعمار هذا المسجد حتى يرفع الأذان من على مئذنة. لا نقاش في ذلك. نعم لا نقاش في ذلك. والدعم أيضا ماديا، لأنه ماديا ومعنويا يجب الإنفاق. صحيح. نعم. يجب، يعني أنا أتوجه لجميع أبناء الأقلية العربية في الداخل بدون أي تخصيص لمسلمين أو مسيحيين أو دروز، لأنه يعني الاعتداء اليوم على المسجد غدا قد يكون على الكنيسة وعلى الكلوة. نعم. نحن جميعنا مستهدفون. نعم. الجميع مطالب بالبذل ما يستطيع سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، من أجل أنه المسجد هذا يعود بأفضل مما كان. نعم. هذه مسألة لا نقاش فيها. سعادة القاضي هاشم سواعد، شكرا جزيلا لك. أشكرك، بارك الله فيك.